وضع كئيب في تونس رسمه الاتحاد العام للشغل، فبحسب أمينه العام نور الدين طبوبي فإن التونسيين يرفضون العودة إلى ما قبل 25 جويلية الماضي، وعليه طالب بإنهاء حالة الضبابية وتوضيح الرؤية بتحديد تاريخ انتهاء التدابير الاستثنائية للعودة إلى المسار الديمقراطي الطبيعي بمؤسساته الدستورية. وبحسب مراقبين فإن الخطاب النقابي يحمل عدة رسائل موجهة في المقام الأول إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، في مقدمتها تحديد خارطة طريق تزيل الغموض والضغط الخارجي، إضافة إلى الإسراع في تنظيم حوار وطني وإصلاحات سياسية تنهي الانسداد السياسي الحاصل في البلاد. أمين العام للاتحاد العام للشغل قال في خطابه يوم أمس أنه هو مع إجراءات 25 جويلية وهو ضد ما حدث قبل 25 جويلية، لكنه ضد ما يمكن أن يحدث بعد 25 جويلية، ودعا إلى حوار وطني يجمع فيه جميع الأطراف السياسية لإيجاد حل للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي. الطبوبي دعا إلى تنقيح القانون الانتخابي والذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. أكبر منظمة عمالية في تونس تسعى على ما يبدو إلى حشد الأطراف الوطنية الناشطة في المشهد التونسي للالتفاف حول خارطة طريق ومشروع موحد لإخراج البلاد من الوضع الذي تعيشه، وإجبار الرئيس على إنهاء الإجراءات الاستثنائية من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي الصحيح وتفادي وقوع انفجار قد يهز أركان الدولة التونسية.